من جديد، أو علشان نكون أكثر دقة، للمرة السادسة تقوم السفارة السعودية في تركيا بتحذير رعاياها عبر حسابها على تويتر. السفارة في تغريدتها الجديدة كشفت عن سبب التحذير، وهو تعرض سعوديين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وكمان انسرقت أمتعتهما الشخصية. وأنهت السفارة تغريدتها بنصح مواطنيها بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس خاصة. سعوديين كثار على السوشيال ميديا تفاعلوا مع تغريدة السفارة وأطلقوا هاشتاج محاولة قتل سعودي في تركيا اللي تصدر ترند تويتر في السعودية لساعات. وبالمناسبة دعوة السفارة هذه مو الأولى هذه السنة، فهي بتأتي بعد 5 تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة للأموال والجوازات أتعرض لها السعوديون في أكثر من موقع سياحي في تركيا من قبل. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فعدد جوازات السفر السعودية اللي سرقت بلغ 165 جواز خلال 4 أشهر فقط. الصحيفة أشارت كمان أن السرقات تركزت في 3 مناطق سياحية شهيرة، وهي أرتوكوي وبشكتاش وتقسيم، اللي بمناسبة الحديث عنها، في فيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لسائحة أردنية ملمومين الناس حولها في نفس منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول بعدما اعتدى عليها السائق تاكسي كان اصطدم بها أثناء عبورها الطريق، لتطور الموضوع لمشادة كلامية بينها وبين السائق قبل ما أنه يعتدي عليها أمام أسرتها. خلونا نشوف الفيديو. نبقى في تركيا، حيث غمرت أمطار غزيرة أحياء عدة في إسطنبول من مساء أمس السبت، ومعها طمرت البازار الكبير التاريخي واللي بيعتبر من أهم الأسواق والوجهات السياحية في إسطنبول. رواد مواقع التواصل تداولوا بشكل واسع صور تظهر أصحاب المتاجر وهم بيحاولوا بصعوبة إنقاذ أي شيء ممكن إنقاذه من المياه اللي غرقت كل شيء. Oh,